السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم يا جماعة رح نحكي عن موضوع جديد شركة اليوتيوب نزلته جديد عندها بالبنود تبع إنشاء قناة اليوتيوب، تمام؟ يعني كل مين هلا بدي أنشئ قناة اليوتيوب عنده، تمام؟ لازم ينتبه لهي النقاط يلي بدي أشرح لكم إياها هلا بالفيديو، تمام؟ هذا البند اللي نزل جديد، هذا بند جديد نزل باليوتيوب وحيتنفذ اعتبارا من 1 أغسطس، تمام؟ رح أورجيكم هلأ الفكرة وتشوفوا الفكرة كيف اللي بدي أحكي عنها وكيف إمكانكم تعرفوا شو الشروط تبع سياسة اليوتيوب والشغلات اللي لازم تنتبهوا منها وقت أنتوا تعملوا قناة وما تعملوها عنكم بالقناة مشان ما تأثر عليكم وقت المراجعة وتتحققوا 1000 مشترك والأربعة آلاف ساعة، تمام؟ عشان ما تأثر عليكم وترفض القناة، تمام؟ في بند جديد نزلوه هلا رح أشرح لكم عنه، وفي معلومات تانية رح أشرح لكم عنها وتشوفوها، لأنه في كتير ناس عاملين قنوات جديدة على اليوتيوب وما بيعرفوا شو البنود والشروط الأساسية لازم يلتزموا فيها مشان تضل قناتهم نظيفة، وآخر شيء بس يحققوا الشروط ما انه لا سمح الله تنرفض عند المراجعة، تمام؟ الله يخليكم يلي عم يشوف الفيديو جديد وما له مشترك عندي بالقناة، اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن وحتى نحس انه في نتيجة ان شاء الله للشيء اللي عم نساوي. ما راح اطول عليكم، يلا خلينا نبلش. تمام، هلا اتفرجوا الشرط الجديد اللي نزلته شركة اليوتيوب، ليكو اللي هو رقم 3، عدم تلقي اي انذار نشط بمخالفة ارشادات المنتدى في قناتك، تمام؟ شو معنات هذا الحكي؟ معنات هذا الحكي انه القنوات يلي جايها انذارات، يعني قناة واحد فتحها وفات مثلا عمل شيء مخالف في المنتدى تبع اليوتيوب، تمام، وخالف الشروط وحدا اشتكى عليه بعت له انذار على القناة انه بموضوع فيديو حقوق ولا حاكي شيء مثلا عن حدا او حاكي شيء على لسان حدا، فشركة اليوتيوب تعطيه انذار. هلا في شغلة لازم تعرفوها انه الانذار غير المخالفة، المخالفة شيء والانذار شيء. الانذار يلي معروف انه كل واحد عنده قناة بيجي 3 انذارات، اول انذار بيجيك، تمام، هذا الانذار بيجيك بيقولك انه هي اول انذار لك انه انت خالفت شيء بالقناة فنحن بعتنا لك انذار، تمام، يبعتوا لك تاني انذار ظليتك مخالف، تمام، تالت انذار يوقفوا القناة، تنفصل القناة. اما المطالبة بحقوق هذا شيء تاني، المطالبة بحقوق كلياتنا بنعرف انه حدا نزل فيديو مثلا في شيء عليه حقوق، بيبعتوا له شركة اليوتيوب انه هذا الفيديو في عليه حقوق نشر، تمام، بامكانك تخلي عندك هذا الفيديو على القناة بس الارباح والعائدات رح ترجع لصاحب الفيديو الاساسي، تمام، فبيقولك انه هذا بامكانك تخلي، فانت زي ما بدك بتمحيه. هذا ما يعتبر انذار، هذا يعتبر مخالفة، انه انت جتك مخالفة دير بالك هذا الفيديو عليه حقوق، تمام، فالانذار غير المخالفة، تمام. هلا اتفقنا على هذا الموضوع، هلا شفتوا كيف اللي هي الشرط الجديد اللي نازل باليوتيوب، هذا هو. طيب هلا رح نحكي عن شغلة تانية. هلا في عنا شغلة، في ناس بتحقق الشروط تبع اليوتيوب، بس تحقق الشروط لازم يفوت بقى يعني يفعل القناة تبعه، تمام، وتتفوت تفعل القناة تبعك انت صار في شيء جديد بيكتبوا لك هيك، شوفوا هاي الرسالة، بيكتبوا لك يجب إكمال عملية إثبات الهوية التي يتم إجراؤها مرة واحدة، تمام؟ شو معنات هذا الحكي؟ معنات هذا الحكي بس تكبسوا عليها التالي، شوفوا وين بالإنلال، بينقلنا لهون، شوفوا شو مكتوب هون، اختيار كيفية الوصول إلى الميزات المتقدمة، تمام؟ عند إكمال عملية إثبات الهوية هذه التي يتم إجراؤها لمرة واحدة
يمكنك الاستفادة من ميزات تساعد في الارتقاء بقناتك إلى المستوى التالي، وتساعدنا في توفير بيئة أكثر أمانا لجميع أفراد منتدى يوتيوب. هلا شوفوا أول بند شو حاطيكم. حاطيكم أول بند استخدام عملية إثبات الهوية عبر الفيديو. شو معنات الحكي هاد؟ إنك أنت بتكبس عليه هذا الإثبات يوم يفتحوا لك كاميرا. الكاميرا كاتب لك هون، شوف، تفتح الكاميرا، الكاميرا فيديو لمدة 30 ثانية. بتحط أنت وشك على الكاميرا، هن بياخدوا الصورة تبع وشك، يتأكدوا من صورة الهوية اللي أنت باعت لهم إياها لإثبات حسابك في جوجل أدسنس، تمام؟ فهن هون بقى بيأكدوا المعلومات انه صحيحة وانت صاحب الحساب اللي انت عم تساوي هاي الشغلة، تمام؟ وهون حاطين لك انه الوقت المطلوب لنيل الموافقة يوم واحد تقريبا في العادة، يعني بس انت تعطيهم هاي الميزة انك انت تفوت تفتح كاميرا، يعني يوم واحد تاني يوم بيقبلوا الموضوع، بتكمل عملية التفعيل، تمام؟ البند الثاني استخدام بطاقة تعريف صالحة، الوقت المطلوب لنيل الموافقة يوم واحد تقريبا في العادة، باستخدام هاتفك التقط صورة لبطاقة التعريف الخاصة بك الصادر عن جهة حكومية مثل جواز سفر او رخصة قيادة، تمام؟ عم يقولوا لك انه اعمل صورة انت عن هويتك والشقفة، تمام؟ وبس تعمل هاي الصورة تكبس عليها هون، بتفوت بيقول لك ضيف الصورة، بتضيف الصورة بتبعت لهم اياها. حاطي لك هون كمان انه مدة التفعيل لهي الطريقة يوم واحد، تمام. هلا اخر شيء مكتوب عنه هون انشاء سجل نشاط في القناة، الوقت المطلوب لنيل الموافقة مدة تصل الى شهرين عادي، يتم انشاء سجل نشاط في قناتك تلقائيا بينما تواصل العمل على التطوير القناة واتباع ارشادات المنتدى، تمام. هذا البند الثالث ما لنا فيه بصراحة، ما حدا بيفضل انه يختاره، لانه مثل ما كنتم شايفين مدة تصل الى شهرين عادي، يعني انه اذا انت بدك تفوت تعمل هاي الطريقة بدك تستنى شهرين لحتى يوافقوا لك على تفعيل قناتك بجوجل ادسنس مشان تصير يجيك عليها ارباح، تمام. فهذا الموضوع ما حدا بفضله، فنحن بناخد اول وحدة اذا بتحبوا انه تفتحوا الكاميرا ياخدوا بس صورتكم، تمام. ما بدكم اول وحدة بتحطوا الثانية، بتصوروا صورة الهوية عندكم بطاقة وش وقفة تبعتوا لهم اياها وبيمشي الحال، تمام. فهدول يعني هدول الميزتين نازلين جداد بشركة اليوتيوب. هي الطريقة بس انتو تفوتوا بتكون تفعلوا القناة وتقولوا لتفعيل القناة ويطلب منكم هي الشيء اللي عم يعني اشرح لكم يعني عليها هلا، تمام. هي شغلة. هلا شغلة تانية، كل الناس اللي حابة تعرف شو شروط اليوتيوب اكتر، تتعمق بسياسة اليوتيوب مشان ما يفوت بموضوع قناة انه يصير في عليها مشاكل، بامكانكم تكتبوا هيك، كان نفوت على جوجل، تمام، ونكتب سياسة اليوتيوب. شايفين سياسة اليوتيوب، بس نكتب سياسة اليوتيوب يطلع لنا أول واحد، أول خيار سياسات تحقيق الربح من قنوات في اليوتيوب، نكبس عليها وميفتح لنا على هاي الصفحة. شايفين هاي الصفحة؟ هلأ اتفرجوا الشرط الجديد اللي عملوه اللي حكيت لكم عنه، شوفوا شلون كاتبين عنه هون، سياسات تحقيق الربح من قنوات في يوتيوب. شوفوا هون مطرح مخطوط، مخطوط الأخضر مكتوب تعديل أجريناه في آب أغسطس 2021، تمام. لم تطر أي تغييرات على عملياتنا في هذه المقالة المعدلة، لقد عدلنا هذه الصفحة لتتضمن معلومات حول الصندوق المالي المخصص لفيديوهات يوتيوب القصيرة، تمام. يعني التعديلات اللي هن عاملينها واللي منزلينها كل مين بده يعرف يفوت بيلاقيها هون، تمام. هلا تفرجوا هون مثلا عنا، لنفترض شوفوا العناصر التي نتحقق منها عند مراجعة القناة، عم يقول لك شو هي العناصر اللي بيتحققوا منها وبيراجعوا قناتها. شايفين؟ ما راح اطول عليكم، ما بدي اقرا لكم اياهم كلهم مشان ما اطول الفيديو، تمام. هي بتقروا انتم هون شو مكتوب عن الموضوع. ها ننزل لتحت، اتباع ارشادات منتدى، بدك تعرف انت شو الارشادات تبع المنتدى اللي لازم تبعد عنها وما تخليها تنزل بقناتك مشان ما تأثر على قناتك، نكبس عليها. فرجوا شو أعطانا، أعطانا المحتوى الغير مرغوب فيه والممارسات المضللة وعمليات الخداع. يعني كل شيء فيه خداع وكل شيء فيه كذب وكل شيء فيه شغلات ما لا مضبوطة، تمام، هذا ممنوع باليوتيوب. شوفوا الثاني، المحتوى الذي يضم مشاهدات عري ومشاهدات جنسية، يعني في شيء عم ينعرض ما له مضبوط من ناحية العري أو الجنس أو كذا،
ممنوع. سلامة الأطفال، إذا كان في شيء عنف للأطفال ضد الأطفال ممنوع. المحتوى الضار أو الخطير، إذا في شيء محتوى أنت عم عارضه ممكن يكون في شيء ضرر للعالم، للناس، للمجتمع، ممنوع. الكلام الذي يخص على الكراهية، يعني كل شيء كلام بينحط أو بينحكى إنه أنت عم تحرض على حدا أو حدا عم يحرضك أو كذا أو شيء عم تحكي شيء من هالمواضيع هاي ممنوع. المضايقات والتنمر على الإنترنت، كل شيء بدك أنت تفوت تتنمر على حدا، تتنمر على حدا مثلا بشكله ولا بلونه ولا بعرقه، ولا إذا كان هو لاجئ، ولا إذا كان هو متسول، ولا إذا كان هو شحاد، ولا إذا كان هو فقير، هذا كله ممنوع، كله هذا ممنوع. تمام. أنا ليش عم بحكي هيك، ليش ذكرت كلمة لاجئ؟ لأنه في بعض الشخصيات أنا تناقشت معهم بموضوع، كل شوي بيقولك أنه أنت لاجئ، أنت لاجئ، أنت لاجئ. طبعا أنا لاجئ، اضطرينا، جار علينا الزمان، اضطرينا أنه نطلع ونلجأ من بعض رب العالمين لأوروبا لحتى تنتهى هاي الأزمة السورية الموجودة عنا ببلدنا. تمام. فهذا الموضوع حبيت أنا بس أحكي فيه خارج نطاقنا نحكي فيه نحنا، بس في حدا هيك بيش عم يناقشني كان بهالموضوع، كل شو بيقول انت لاجئ انت لاجئ. هو حدا ولدان بألمانيا، تمام، بس أصله وفصله أهله لاجئين، هن جايين لهون لاجئين على ألمانيا. تمام. فبيقول لك أنا ولدان بألمانيا، يفكر حاله إنه هو شغلة تانية، عالم تاني. تمام. سامحوني إني ذكرت هالقصة. فالمهم إنه موضوع التنمر والقصص الشغلات هيك كلها ممنوعة. تمام. هلا هون التزامات بسياسات برامج ادسنس، هون اذا حابين تعرفوا بامكانكم تفوتوا هون تحطوا، يعني هون مثل ما كن شايفين، ما راح انا اعرض لكم كل شيء مشان ما نطول. هون مثل ما كن شايفين كل شيء موجود، اي شيء حابين تستفسروا عنه تعرفوا عنه شو هي الميزات اللي الواحد بده يعرف كيف انه يستخدم فيها اليوتيوب، بتلاقيها كلها موجوده هون. تمام. بالاضافه بس لنكبس على هدول ثلاث خطوط الموجودين هون على اليمين، شوفوا شو بيطلع لنا: مركز المساعده، حل المشكله، مشاهده الفيديوهات، اداره حسابك واعدادات، الانضمام الى يوتيوب بريميوم وادارته، انشاء قناتك وتوسيع نطاقها. كل شيء هون بتحتاجه انت بهالمواضيع هي بامكانك، عندك مشكله بامكانك هون تكبس تفوت تشوف شو هي مشكلتك، وبامكانك تراسلهم وتقول لهم انه انا مشكلتي كذا وكذا، يردوا عليك. وهون مركز المساعده كمان نفس الشيء. تمام. انا عم بعطيكم وين بامكانكم تفوتوا، انتوا بقى يلي بيحب يفوت يقرا هو على كيفه، هيك يشوف القرارات اللي موجوده هون والصحيحه، بامكانكم تفوتوا هون وتشوفوا كل شيء بدكم اياه. يعني. تمام. بفوت تمام حبايبي. انا هذا الفيديو ان شاء الله بكون شرحت لكم عن الشرط الجديد اللي نزل بشروط اليوتيوب، بالاضافه عن معلومات عامه مثل ما شفتوا، اللي بيحب يعرف شو مساعدات، شو الارشادات، شو القصص، شو الشغلات اللي مسموحة وغير مسموحة باليوتيوب، يمكنك تعرف وين تفوت وتشاهد الموضوعات. من فضلكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.